في 62 استقلينا والحمد لله، ولينا أحرار في بلادنا بفضل تضحية الشهداء الأبرار. المرأة ولات تسوق سكوتير بالعجار والملاية، وبدينا نبني بلادنا باش ولادنا وولاد ولادنا يعيشوا بكرامة وأمان. 50 سنة بعد الاستقلال ما زالت أفريقيا تعيش تحت وطأة الغرب. البريكولاج هو الحل الوحيد للاسترزاق، حتى الكروكوديل مسكين ما سلكش. في بلادنا بدينا نتطوروا شوية شوية، خدمنا طفاطف بالطوب والحس درناه بكانات نتاع كوكا، حتى الجابون حارفينا. المرأة في بلادنا ولات شرطية وعندها سكوتار، لكن زميلتها في بريطانيا ما زالت تمشي على كرعيها، ما شراولهاش سكوتار. في الجزائر الثوار نفاوهم كي بدأوا يفهموا، الأمن ولا يمسد في المواطن، والطلبة ولاو يمشوا فوق الماء. البطالين خرجوا للساحات يحوسوا على خديمة وشوية خبز. الحمد لله اليوم خير من البارح، صار عند الشرطة الرصاص نتاع البلاستيك. في البرلمان الجماعة راهي تكيس، وشكارم دايرة حالة. الشعب القليل يا حليل ومسكين، مازال البعض فيه يحوس على شوية لقمة في لابوبال. وسواد السعد سي شاكيب صاحب الرايس شرب قاع البترول. في عام 2013 خرج الرايس وما ولاش، ومازال الشعب ليومنا هذا يبحث عليه. هذه صورة كي كان صغير، وهذه كي كبر شوية. المطلوب من كل مواطن شافه ولا عنده معلومات عليه يكلم سي سلال، هو اللي راهو حاكم الحانوت في غياب الرئيس. سي الغول راه متقشش بزاف ويقول باللي راهو بخير، بصح ما عطانا ولا صورة. الغول هو اللي بنانا لطوروت بعشرين مليار، ولكن ما رجعناش الصرف خلاص. العجب صار في بلادنا، القط ولا يقيل مع الفار. ولادنا قطعوا الطريق باش يبنيوا لهم مدرسة مساكن. الكبش ما حبش يعوم، والحمار ولا يقري في الاقسام. المهم تو فا بيان، كيما يقول المثل، اللي حج حج واللي عوق عوق. انا راني نصيد في الكاردي كاش ما يجيب ربي، ونستنى في الجرنان مع هذاك المهرج نتاع المقاربيه.